نبحث اجتماعنا اليوم في ثلاث محاور رئيسية، وأعتقد أنه من المهم أن تضاف هذه المحاور إلى ما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة وما سيتم ذلك في اجتماعات مستقبلية، لتشكل بذلك نواة استراتيجية شاملة لمكافحة الأرهاب من كل جوانبه. كما أقترح أن يتم تزويد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع للتمكن من تفعيله بشكل أوسع مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الدول الغير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتشكل بذلك رافدا من روافد الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أعطي الكلمة لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى الرسل أجمعين، صاحب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أعرب لكم عن شكر المنظمة العميق لتلبيتكم لدعوة الأمانة العامة لحضور هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لمناقشة آفة الإرهاب والتطرف والعنف التي تحيق بالعالم أجمع. إن الإرهاب عدو للبشرية جمعاء، وهو آفة ليس لها حدود ولا عقيدة ولا دين. إنه بكل وضوح إجرام يتخذ من الكراهية والتدمير وسيلة له. والإسلام يعتبر الإرهاب إحدى أبشع الجرائم الإنسانية، ولهذا شرع له عقوبة شديدة لصون حرمة النفس البشرية وحماية المجتمع من الترهيب والعدوان. بالرغم من هذا الموقف الواضح للإسلام من الإرهاب والتطرف والعنف، وبالرغم من الجهد المشترك للدول الأعضاء في هذه المنظمة، لا تزال مساعينا المشتركة تقوضها بعض العناصر الهامشية التي تربط زورا وعدوانا وبهتانا أعمال العنف الضالة التي ترتكبها تربطها بالإسلام. كما نعلم جميعا أيها الإخوة، فقد كان لمنظمة التعاون الإسلامي قصب السبق في التصدي لآفة الإرهاب، فقد اعتمدت وثائق هامة ورائدة، منها مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي عام 1994، التي تلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ تدابير صارمة وفعالة بصورة فردية وجماعية للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة. أيضا معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999، والتي جاءت في وقت لم تفرغ فيه بعد أغلب المؤسسات الدولية من مناقشاتها بشأن تعريف الإرهاب الدولي. وقد يكون الأوان قد آن الآن لمراجعة هاتين الوثيقتين وتحديثهما حتى تتضمن أحكاما تواجه المظاهر الجديدة للإرهاب، وحتى تتضمن آلية للمتابعة تستخدمها الدول الأعضاء. كذلك كان للقمم الإسلامية المتتالية 8 قرارات تدين الإرهاب وتدعو إلى مواجهته وتلتزم بمواجهته، وكان لمجلس وزراء الخارجية أكثر من 20 قرارا تتعلق بالإرهاب وخطورته وما يجب أن نفعل نحن كدول أعضاء وكمنظمة تجاهه. وتتداعى الدعوات الآن لعقد اجتماعات هنا وهناك لمناقشة الظاهرة والتصدي لها. ومن هذا المنطلق رأينا أن من الواجب على المنظمة، منظمتكم، الدعوة إلى دورة طارئة للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري من أجل تدعيم مواقف المنظمة وتعزيز جهودها لكبح آفة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، وذلك بمعالجة الظروف التي تغذيها وتحرض عليها،
واتخاذ بعض المبادرات المتبصرة التي يحكمها خطابها الخاص بها. صاحب السمو وأصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، كم نأمل أن يتمخض اجتماعنا هذا عن اتفاق يمثل موقف الدول الأعضاء جميعها نحو الإرهاب وممارساته، موقف يجدد قرارات المنظمة المبدئية ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته مهما كان من اقترفه وحيثما كان، ويؤكد مجددا رفض المنظمة القاطع لجميع محاولات رفض الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية، وأن نصر على إدانتنا للانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ولإرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة ولسياساتها العنصرية الأبرتايد، ولا سيما الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الإنساني وللشريعة الدولية ولمبادئ الإنسان. كذلك أن ندين بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة النكراء والبشعة التي ارتكبها التنظيم الإرهابي المسمى الدولة الإسلامية بحرقه الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة حيا، والهجمات الإرهابية التي استهدفت مدرسة في بشاور في 16 ديسمبر من العام الماضي، والتي استهدفت فندق كوارنيثيا في طرابلس بليبيا يوم 28 يناير من هذا العام، وما تشهده بعض المدن في مصر من عنف والهجوم الإرهابي الذي شهدته سيناء والذي راح ضحيته شهداء وجرحى يفوق عددهم عن 40، وأعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات داعش وبوكو حرام التي اختطفت 200 من الطالبات وامتهنت كرامتهن وادعى أنها تفعل كل ذلك باسم الإسلام، وكذلك ما تقوم به حركة الشباب والجهات المختلفة التي تلتحف بلحاف القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المماثلة. إن هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية، وتتناقض تناقضا واضحا ومباشرا مع مبادئ ديننا الحنيف. كما أرجو أيضا أن نشيد بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب الدولي وفقا لميثاق المنظمة ومعاهداتها ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات العلاقة. كما أرجو أن يؤكد اجتماعنا على القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلاموفوبيا، هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين وبكرامتهم. أيها الإخوة، إن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، إذ لا بد من إيلاء الاهتمام الواجب والخطط العملية لمعالجة جوانب وأبعاد وسياقات الظاهرة، ومن ذلك السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف والعنف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي والإقصاء والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية. كذلك الأثر العميق للظلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو التي ترزح تحت الاحتلال ومعاناتها، والتدمير القسري لثقافتها وهويتها ومؤسساتها الوطنية وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها. كما أنه يتحتم علينا أن ننظر إلى دواخلنا وأن نقوض خطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين أو الأيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي. كذلك أن نتصدى للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس العلاقات المذهبية ومحاولات التركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية،
وأن نتصدى لشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة لأخرى، وأن نأخذ بعين الاعتبار احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة، وأن لا ننسى دور الإعلام وظهور الإرهاب الإلكتروني مع استخدام المجموعات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة. نحن نطمح أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مثمرا إن شاء الله، وأن يصلوا بصوتنا كمجموعة واحدة تمثل العالم الإسلامي وتمثل الأمة الإسلامية فيما يتعلق بهذه القضية التي تحيق بالعالم بأسره. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي الأمين العام على كلمته الوافية الضافية، والآن أدعو إلى إنهاء هذا اللقاء أو هذا الاجتماع، وأطلب من وسائل الإعلام التفضل مشكورين بمغادرة القاعة. بعدين يتبع الاجتماع وأن يبقى فقط أعضاء الوفود لمواصلة الاجتماع. شكرا. وين مها؟ نبدأ. نبدأ شمال أمير. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحتوا دخلي.